المرأة هذا الكيان، هذا الكيان الرائع، تعمل، تضحي، تربي بدون تذمر وبدون كلل وبدون ألم، بدون ألم. صح، كيف أدبت اليوم بالامتحان؟ ما كتبت ولا شيء. ولا إشي؟ وكيف تنجحي في آخر سنة؟ دكتورة صاحبي هالماما يعني عادي. واثقة. شيل هاي الورقة، نفسي أشوف الجامعة نظيفة. أشيلها أنا ولا تشيلها أنت؟ كون بعلمك لو أنا ما بشيل هاي الزبالة كان الزبالة وصلت لراسك. شو مالها هاي الثانية؟ ليش هيك زعلان؟ ليش أنتوا ما بتعرفوا؟ شو الناس؟ ما هي الماما الواثقة. ابنها؟ يا اخي انت ما بتعرف تتعامل مع الناس، انت مش بني ادم. زلمه هاي انسان، هاي انثى، بتعرف شو يعني انثى؟ انثى وعامل نظافه يا زلمه، حرام الواحد يقعد معك انت. يا جماعه الموضوع كله مش مستاهل، كله عامل نظافه. ايوه هيك انصر دينا. شو مالك انت ويا لازم تحكوا واعملوا واحد على كيفه؟ هاي مش انسان، لازم يحترمها ويقدرها. ثقافه، جهل، تربيه، تربية وتعليم، انتقاص، كراهية، كراهية. ولك انت بعد عندنا هيك كسور ما لقيت غير زمايلي تشتغل في قدامي خلص ما ضلك هاي بالجامعة؟ يما هذا شغل، مش شغل مش عيب، شو بتحبيني اعمل؟ اسرق؟ امد ايدي للناس؟ اشحن عشان ما امسك؟ شو اعمل؟ ما انا هذا كله بعمل عشاني، عشان ما تصيري مثلي. انا اصير مثلك؟ زمن، تفهم، عادات، الأهل، تقاليد، تقاليد. ضايع ورا ضايع ستة اللي نفسها تضرب تشخط تعمر تظلم تقسى تتجبر ظلم ستات تتجرى فين عقلنا